ميزانية بعض الأسر اللبنانية يخصص جزء من المدخول الشهري لزيارة المطاعم واكتشاف أطباق جديدة، ولكن بالذاكرة لم ينسى اللبناني ما سبق من فساد غذائي، فشو هي المعايير الصحية يلي بيعتمد المواطن عند اختيار اسم المطعم؟ ما عندنا ملح من احنا وبناكل من الملح وكذا وكله شغل. دائما اللي عنده مصلحه اكل وشرب بيعرف شو في خبايا، شو في بيعرف المطاعم كيف تشتغل، كل شيء ما في شيء مخبى عليه نهائيا. يعني افضل واحد ياكل ببيته يريح راسه احسن ما يظهر ياكل وحاطط ايده على قلبه. ما بياكل الا باتقى المطاعم، لانه اللقمه اللي بتفوت على تمه مقدسه. ما تاخذيني اول شيء، انا فوت على المطبخ بتفرج جوا شوف كيف عم يشتغلوا وشوف النظافه، بعدين فوت بقعد على الطاولة. اجمالا بشوف شو الكواليتي تبع الفود وحسب الريتنج تبعه اذا حدا جديد عم جربه وحسب السعر اكيد. انا ما بتصور شك ابدا، انا حبك او كده يوم، مع انك طيب جدا طيب جدا طيب جدا، بس الهوى كوم وايدك كوم. انا ما بتصور شك ابدا، انا حبك او كده يوم، مع انك طيب جدا طيب جدا. بموازية المعايير الصحية هناك معايير اقتصادية، فأسعار الأطباق تدرس بإحكام قبل عملية الهضم. والله ما بروح على المطعم، أنا ما معنا مصاري نروح على المطعم، يعني بالشهر يمكن، ما هو أولادي بيروحوا، أنا ما مش كتير. في مطاعم بتروح عليها بتكون غالية والأكل بالمرة ما بيكون طيب، في مطاعم بتكون يعني أسعارها واطية وأكلها كتير طيب. حسب القدرة يعني، يعني مثلا انا قادر ما ينور فوت على المطاعم الكلاس كتير، يعني مثلا فوت على عادي او يمكن فوت بس مره واحده بالشهر. ما بدنا نبيع الماضي، الخواتم ذهب، المناجم هندفع بالمطاعم، فاتوريتي الغدا شو عدا ما بدا، شو عدا ما بدا، شو عدا. بزوايا بيروت زاد أعداد المطاعم وأنواعها من شرقي إلى غربي، فالبحث عن اللقمة الطيبة مهارة بيكتشفها يلي بيعرف طعم التمو. لقمة طيبة بزحلة وادي العرايش بس كله بيركض على الماكدونالدز، بيركض على الشغل الأمريكاني. يكون أول شيء نظيف وأكله طيب وصحي، بفضل الاكل اللبناني. بنشكي جابانيز كمان تشاينيز، لبنان في كتير شو مطاعم، وبون ابيتي لكل بحب بطنه. هلا اذا في ارجيل منيحه بروح بس مشان نشوف ارجيل، اذا كانت الارجيل كويسه. ما بحب المطاعم انا. تطبخي؟ انا بطبخ البيت، انا مطاعم ما بحبها. لا انا اكلي خاص، يعني مشان هيك تعمل لي مطاعم اكل خصوصي لإلي. وسط الآراء المؤيدة والمعارضة لفكرة أكل المطاعم، بيبقى للمطبخ اللبناني البسيط والسهل نكهة خاصة وصلت إلى العالم. اللبناني معروف كمان أنه من الأشخاص اللي بحب يظهر، ما بحب يضلوا قاعد بالبيت، وهذا شيء بيساعده، ولهيك بتلاقي أنه كمان المطاعم زادت بشكل فظيع لاستيعاب هذا العدد، حتى لو نحن بوضع انه في مثلا سواح قليل ما عم بيجوا على البلد. يعني بحكي على صعيد كل مطاعم لبنان الكواليتي عاليه، بس انه مثلا عندك اصناف تختلف كتكلفه، فهذا بشوي كمان بخلي انه يكون في تفاوت بالاسعار.